هما خوتي حتى جيت عندهم هنايا باش تيسالك معنا الفرحة مسكينة وتشوف هادشي هذا والله إلا فرحة تمي شحال من كدعي معاه والله إلا الإنسان باش يصيفطك شي حاجة ويبغي يفرحك راه شي حاجة اللي هي كبيرة ولا شي حاجة اللي هي كبيرة صراحة واحد الفرحة اللي هي زوينة الإنسان يقدر يفرحك بشي حاجة بسيطة كيعني أنه كيتفكرك يعني أنه كيبغيك الخير يعني أنه فهمتي يعني شي حاجه اللي هي زوينه وقليل فين تلقى الناس بحال هذا. المهم بلا ما نطول عليكم خواتي بلا ما نطول عليكم السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انه انتم كلكم بخير على خير. كي داير معكم الحراره؟ كل شيء بخير. اليوم اخواتي لقيتونا دابا في الطريق غادي ان شاء الله الفاس. انا ومحمد ودراري هيا يوسف ناس وليلى. السلام عليكم مشاهدين، كراكم لاباس عليكم ربي يحفظكم كدير مع الصحيحة. المهم اليوم كاينه واحد الفرحة اللي هي زوينة بغينا نشاركوها معكم. جاتنا واحد الهدية من عند واحد المتتبعة وفية، واحد المتتبعة اللي ديجا فرحتنا شحال من مرة. أنا اليوم تفاجأنا كنا جالسين ما علينا ما بينا حتى اتصل بينا مول الأجونس اللي كيصيفط السلعة من برا، عيط لينا قال لي يا محمد راه وصلتك شي امانه الفاس اجي باش تاخذها. قلت انا ما عرفتش شكون اللي غادي يكون صيفط هاد الامانه هذه. وعاد اتصلت بواحد السيده وقلت لها كان عندي شك، كنت كنقول قال هي اللي غادي تكون صيفطات. عيط لها قلت لها السلام عليكم كي دايره خالتي لاباس عليك هانيه وصفتي شي امانه ولا شي حاجه؟ راه معيطوا لي فاس. قالت لي اه راني صيفطتها. قلت لها علاش دبتي راسك وانت ديجا فرحتينا وديجا يعني بلا ما تكرفصي بلا ما تعذبي وشكرا يعني نقدروا هذاك الشيء اللي كديري وداك المجهودات وداك الفرحه اللي فرحتينا ماشي خطره ماشي جوج. ورغم ذلك قالت لي لا محمد انا صفتكم شي حاجه باش انا نفرحكم وسيروا خذوها. وانا راني ما بغيتش نقولها لكم باش انني ما نشطنكمش ما بقاش بالكم يعني مربص وكيقول شنو صيفطات شنو هادي شنو شنو. لحقاش ملي كتصيفط شي حاجه من برا كتقدر تجلس 20 يوم 15 يوم عاد كتوصل ما بغاش تبرزطنا بغات تخليها لنا مفاجاه. المهم الاخوان احنا محمسين صراحه وهاد الفرحه هادي ما متعودينش بها لان شي واحد يعطينا شي حاجه او اللي يهدينا شي حاجه. فصراحه احساس زوين وشعور زوين بغينا نشاركوا معكم هاد الشعور وهاد الاحساس هذا. شكرا لهاد الناس اللي كيدخلوا الفرحه للقلوب خوتهم. وصراحة والله انا فرحان وطلعني كتقول شنو غادي يوصل شنو تكون صيفطات شنو غادي شنو 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 لان رمانة مغمضة ما عرفناش الصراحة شنو غادي يكون وصل لنا. قولي لنا راني كيفاش الاحساس ديالك دابا؟ بصراحة اخواتي اللي واحد اللي ما ولفات كيجي شي مفاجأة تحس راسك فرح ما تخيلش الفرح اللي كتحس فهمتو. وانا عرفتو شحال فرحانة بزاف شوقة شنو كاين تما فهمتوني. ودابا ان شاء الله نشارك معكم شنو كاين تما اكيد اكيد غادي نشارك معكم. كيفاش نقول لكم وشكرا بزاف على الناس اللي كيبغوني من قلبهم وشكرا بزاف شكرا للناس المتابعين اللي كيفرحونا وكيدخلوا الفرحه لقلوبنا صراحه وكيهتموا بينا وكيعبروا بالحب ديالهم وبالاعجاب ديالهم لينا بهالطريقه هذه. ف والله احتراماتي لكم وشكرا لكم من القلب والله يحفظكم ويسهل عليكم ويسهل لكم امور ويعاون كل واحد ويسهل امور كل شخص وكل فرد فيكم الاخوان. يلا اخواتي هانتوما معنا حنا شادين الطريق هيا طريق ديال فاس انا نوريكم. هذا الطريق ديال فاس خواتي زوينه بزاف رطوبه ها انتم كتشوفوا. يلا خواتي نكمل لكم الفيديو صافي يلا. هذا صافي خواتي وصلنا لها هذا وياك محمد هنايا صافي وصلنا هنا يا خواتي. دابا محمد يدخل غير محمد ليلى هذا شو اسمه كاين الفرنسية هنا مختب ديال كيصيفط شي حصلة شتو كيديرو
كيديروا طوموبيلات. هي دولة ستوب. دابا اختي غادي نستنى محمد هنا ويوسف مازال ناس. والدي دائما كاين ناس لي في الطوموبيل. شوفوا كاين الناس كيصيفطوا المصلا ستوب. هنايا كيجيبوا الصلا ديالهم. هيا محمد هاني بنت اظن نحلو هنا ولا تمشيو للدار؟ لا حتى نمشيو للدار مالك. نمشيو للدار؟ حراره بزاف هنا. متحمس نشيو. متحمسين. شكرا حيت اللي خليتني نحسو هذا الاحساس هذا اللي صراحه ما عمرو تعطى لينا من قبل. ويعطيها خير ان شاء الله يا رب. شكرا ليها بزاف كل احترامي وتقدير لك وعلى راسي حيت كتفرحينا بهالطريقة هذه حيت كتبغي تفرحينا. والله يحفظك الله يحفظك الله يسهل الامور الشيء اللي كاين وخليك الصحة يا ربي يا ربي امين. والله كل احترام وتقدير لك ان شاء الله. هي كيبغى ما عمرنا راني ما حلمنا على اننا نبقاو يجيونا هدايا بحال هكا عند ناس اللي ما بيناتنا ما بيننا وبينهم غير 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 سميتو غير غير الخير والإحسان. يعني ما بيناتنا لا قرابة لا عائلة لا دم لا فقط واحد الناس كيحبوك لوجه الله. يعني هذا بحد ذاتها نعمة. والله هذه بحد ذاتها نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. فهلا يحرمنا منكم وهلا يحرمكم منا. شكرا لكم بزاف والله شكرا لكم بزاف. لأن الإنسان أنه يتفكرك بواحد الحاجة ويقول لك محمد هاك وخا تكون غير لاني جات المغرب دخلت اول حاجه دخلت لقلبي هي الاولى. من بعد دخلت القلوب الوالديه. من بعد دخلت لقلوبكم وكتبغيو تفرحوها بحال هكا وكتبغيو تبينوا لها الكرم وكتبغيو تبينوا لها الحب وكتبغيو تبينوا لها واش نقول لكم صراحه. والله شكرا لهاد السيده فرحتنا ماشي مره ماشي جوج. وكنقولها ما تعذبيش راسك. انا عارف تعذبيش راسك. دائما كنتصلوا كنسولوا فيها دائما مسكينه كتسول فينا. نهار اللي كنطلعني وقع لي داك الشيء كانت مسكينه مخلوعه ومريضه على قبل هذا الشيء هذا. والله شكرا 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 والله مليون شكرا اكثر. المهم خاتي بلا ما نطول عليكم خاصنا نشدوا الطريق دابا باش نوصلوا للدار. بس نشوف حالك شي مسكين. ربي عقل ما تتمنى ان شاء الله. راه ملي كتوصل واحد للدرجه على ان حتى حاجه ما كتفرحك الا الفرحه ديال الناس. قد ما كتفرح الناس انت كتفرح انت بحد ذاتك كتفرح. وهذا هو الاحساس اللي كنت كنحس به انا نهار اللي كنت كندير البيار كنحفر البيار وكنت انا واحد الوسيط اللي كنتعاوننا باش درنا الابار وكنتي حتى انتي كنتو السبب باش اننا نحفروا داك الابار. يعني انت ملي كتشوف واحد الانسان فرحتيه راه انت كتفرح انت براسك كتفرح. هي كيبغى يشوفني فرحانه. هذا الاحساس الاخوان وهذا الشعور ما عمرنا كنا كنحلموا به. والله ما عمرنا كنا كنحلموا به لا لاني ولا انا. كنت كنقول على انني يجي شي نهار ان الناس يعطيوك وبحال هكايا الناس يبغاوك ويعوضوا لك هذاك الشيء ديال الصبر داك الاحساس اللي تحرمتي منه. حبيبي البيزين ولا لقيتيه هنايا؟ لا
لابيسين. بغات تشري لابيسين، لابيسين كاين لابيسين كبير وبغات تشلاني تشري لابيسين صغير، وإلا مشينا وقينا هنايا جابته أحسن منو هذاك اللي غنشري، وحنا مازال ما عرفنا شنو كاين تما. يلا خاتي ياك حبيبتي، نمشيو للدار ونوريكم هادشي اللي حنا محمسين. يلا عرفتو خاتي دابا قريب نوصلو، وشنو فكرت في بالي، شنو فكرت في بالي قلت محمد هذا لي الساك لي هذا لي ساك، يعني خلينا نمشي عند خالتي ونفتحو تما، بس حتى هي فرح معانا ونشوف معانا هذاك الشيء ونشاركو الفرحه على الفرح، حتى هي مسكينه كي فرح اذا كيجينا شي حاجه زوينه. يلا انتم معانا هما خوتي حتى جات عندهم هدايا باش تاهي تشارك معنا الفرحة مسكينة وتشوف هاد الشي هدا، والله إلا فرحة تمي شحال من كدعي معاها والله إلا الإنسان باش يصيفطك شي حاجة ويبغي يفرحك راه شي حاجة اللي هي كبيرة، ولا شي حاجة اللي هي كبيرة صراحة، هاد الفرحة اللي هي زوينة الإنسان يقدر يفرحك بشي حاجة بسيطة يعني أنه كيتفكرك يعني أنه كيبغيك الخير يعني أنه فهمتي يعني شي حاجه اللي هي زوينه وقليل فين تلقى الناس بحال هذا. المهم بلا ما نطول عليكم خواتي، بلا ما نطول عليكم الفيديو راه ديجا طويل. المهم هذه اللي هي باينه غنفتحوها وغنشوفوها، وهذه راه مازال ما فتحناهاش زيبيموس وهي مسكينه راه كانت صايبات هذه كانت دارتها هنايا، ولكن مع ملي مشات للديوان بداو كيقلبوا حيت هما الحوايج كاع اللي كيجيو برا يعني في الديوان كيقلبوا كيشوفوا شنو داك الشيء اللي فيهم. لا بلاتي غنفتحوا هذه هي الاولى بعدا نشوفوها. زيبيموس انا كنشكرها هاد المراه هادي مسكينه كنشكرها هادي والله اللي غادي يزازيها الله يخلف عليها ويكثر خير امين. الا فطحي هاد هاد الشيء هادي راه باينه بعدا باينه هادي ولكن مازال ما عرفتش سميتها راني هادي بانيني لا ديال بانيني شي واحد الاحساس زوين وانت كتفتح وكتشوف شنو غادي يكون في هاد الشيء والاحساس الاول عارفه الاحساس بلاتي ماهوش نقطع هذا الاحساس الاول اللي هو زوين هو انك شي واحد كيتصوني عليك وكيقول لك راه جاتك شي امانه من فرنسا هذه الفرحه الاولى الفرحه الثانيه هي هذه دابا حاليا اللي حنا كنفتحوا وكنشوفوا هذا الشيء هذا هي اللي فتحي دابا ما بغيتش نقطع الكرتون حيت الكرتون مازال محتاجينه صافي دابا دوزي هذا ولي سكوتش السكوتش من هنا شحال كان بغينا نشتري بانيني ودابا كنا بغينا نشريوها ولكن قلنا ما كنحتاجوهاش بزاف ولكن واخا هكذا كاينا شحال من خطره كنوقفوا عليها كنبغيو نصاوبوا شي حاجه وما كنلقاوهاش اي انا طالعي هادي بانيني ماشي عادية زيدي هانيا شفتي في الكرتون جبتي هادي راه تحط فيها ديال ريستوران هي اللي كتكون في المطاعم ما شاء الله كبيرة كبير حلوفة حلوفة هاد الشي حلوفة انا نشوف شو بيهم كان؟ وانا كنتمنى لهاد المرة هادي هي بس يعطيها ربي الصحة والعافية امين كنتمنى لهاد المراه هادي هي اللي راه كتفرح لاني واقفه مع لاني كنتمنى لها شي صحيحه جديده كنتمنى ليها السعاده ليها ولوليداتها وكنتمنى ليها الخير اللي ما عمرو ما يخطاها امين امين غنشوف كيفاش كيفتح هذاك الشيء عرفنا شنو نفتحوها بقينا شي فران شاده فران نشوف واقيلا من هنا نشوفها الى عندها منها شي شوف من شي رجلاش هاي افتحها شي هاي كنا غنطرقوها على شويه هاي هاي هادي وكبيره تبارك الله شحال سندويشات هنا واحد جوج ثلاثه سندويشات ثلاثه ولا اربعه
شتو ماركه ماركه والومنيو هذه كامله الومنيو 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 هذه الومنيو هذا ديال الجهاد والطنقاس هكا كيدير صافي دابا نسوق غنشوف هاي نايس هذه ديال الزيت اللي طاحت شي حاجه كتبقى لتحت هذا المجير دابا اخواتي نفتحوا هذا هنايا نشوفوا شنو كاين واش حيدي بنتي حيدي لا تروسا شوفي خالتي هذا الصاق شوف هذا الملونات يعني ديال قرايا ديال قرايا شكوش قلم سيلويات شحال من السيلو هنايا ما شاء الله شوفي ديال دولة ديال الدنيا ديال الدنيا كرة أرضية كرة ديال أرضية والألوان ملونات الله يعطيك الخير شوف الوان كمان انت جمعة مسكينة شفت لي ارض الكوك لي ارض كوك كوك والبرقوق برقوق البرقوق مسكيلو شنو هذا قهوة كاكاو يمكن كاكاو كاكاو يمكن هذا وقهوة الله يختي خيرك جوج بواكي كل وحدة فيها جوج ملاقة نيت حنا جينا هنايا نيت باش نفرقو مع موي القهوة وأتاي البقية ديال أتاي أو ميكا ديال اسمه لحم هذا البرقوق خواتي شكلاط شكلاط هذا شكلاط شكلاط ديال دراي بحال ديال دراي شكلاط شكلاط هذا بحال طفيطه هذا وهذا هذا عاود شي برقوق في انواع اخر يعني برقوق هذا برقوق فسفس فستو هذا كوكو كوكو ملح شكلاط مسكينه دوبار لا باش كلا ما سداد يعني سيرميك ديال سيرميك ديال بزاف ديال يوسف هذا طنوبيل هذا ديال الحديده هذه ديال يوسف اسمها حلويات حلوة حتى هذا حلوة شو هذا شوف فستو هذا ميكا انا نشوف شو هذا انت كل ميكا فيها مفاجاه كل ميكا كتزيد تحمسك تقول شنو تطري شوف الله زوين شامبوانات وصابونات عين شوف
فيهم ريحة واعرة. هذا فيهم ريحة واعرة. تصدق لاني كيحمق عليها هادشي ديال الصامبوانات وجي الدوش و كتحمق والصابون. الريحه ديالو زوينه اخويا. هذا اسمه ديال الدوش. هذا معروف هذا الماركه هذه. واعر ديال دوتشي شنو ها 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 واحد الريحه واعر. حتى هذا ريحه هذا ها ريحه ديال الدراري. شوف اكسي اكسي هذا ديال كيفاش فريش فريش. هذا شامبان. شامبان هذا شامبان. شامبان هذا. وهذا هذا شامبان. هذا معروف هذا ماركة. وباقا ما جاتش هاد المرا هادي وكتصيفط هاد الخير هذا. ها هو الله يجعلك بربي يكتبوا ليها في ميزان الحسنات. شوفي طايحه تزلعات تزلعات حيت كي حيت كيبقاو يرميوهم. حتى هذا ديال الريحه كيبقاو هذوك اللي صحاب اللومبالاج ما فيهمش الرحمه. ما كان غير اللوحه كيبغيو يزربين كي ما تزلعش بزاف. وهذا شوفي محمد هذا حتى هذا شنو حتى هذا شامبوان. هذا شامبوان ريحه واعره. هذا كريم فور ايه. هذا كريم كريم شوفي كريم اللي كان قلت كنرطب كنرطب ووز كان ما عنديش كنرطب الووز. وش اسمه هذا ذو الاسنان بزاف 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 السيجنال. ها معجون اسنان. هذا معجون اسنان. معجون اسنان الله يخفي خيره. ومازال فيه مفاجاه هنا. شوف مفاجاه. هادي معلمه هادي هادي عارفه اني كنموت على هاد الصنبل هادي. شوفي شوفي عرفتي راني ملي كنا مشينا كنقلبوا على هاد الصنبل وما لقيناهاش. هي مسكينه سكتات. هادي راه اختك. هادي اختك. هادي هادي ما كتسكنش شي وحده برانيه. هادي 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 هي مسكينه امي وكاس. هادي هي اختك اللي ما وديتهالكش امك. هي هي الله يعين. سبحان الله. 44 كتلبس 44. شوف شوف شوف. ما قلقش الصنبل هادي. هاد الصنبل هادي عارفه راني كتحمق على البرقوق. وشوفوا صفات لها البرقوق. هي ما ساتناش مسكين. البرقوق الا غزال الا كيطيب بلا عافيه تبارك الله غزال الله عليها وكثر خيرها. لا هذا خالتي صافي طايبه 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 غير كيسخن وماشي غير هذا اللي صفات داخل عند راسي. ها هو ها هو عاود برقوق اخر. هذا وهذا ها هو فايته صفات لها عاود. الله يشرف عليها الله يكثر خيرها. هاي شوف هذيك شوف هذا شوف شنو تسمي الصنبالة. صنبالة شوفي واعرة يا راني ديك الصنبالة. إيه رطوبة صنبالة. شوفوا واش جات ملمدة بعدا ها فوطة. زيد 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 راه مازال صافي. هذا راه خوا بعدا. هاد شوفوا شنو كاين هنا. خليهم يتفتح خليهم يتفتح. شوفوا شنو كاين تما. سحاب موت انت جربي معنا الاحساس. فوطه زهرة الله يخلف عليك الله يكثر خيرك الله يجعلك من فردوس اعلى. بسم الله شوفوا وين جات. انت صبر يا شوف الصاله هذه. هذه شوف هذه الصغيره صغيره ديالي. عبايه زوينه عبايه واعره. ما صنداله ايه بحال لون محمد جابي بحال لون الصنداله. الصنداله كي الصنداله جلد جلد هذه جلد شوف هاد الشباب كتسوى شوف. شوف 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 ش
من هذه هذه ديال يوسف هذه هذه ديال يوسف هذه لا ديال يوسف لا انت يوسف واخا ها ديالكم انت شوفي 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 صيفط لي يوسف وليلى وشوفي الحوايج ليلى شوفي هذا هي ليلى شوف خليك خليك تعي واحد خليك تعي واحد دابا واش نشوفو هنا ولا نشوفو هنا شوف هذا شوف ديال ليلى شوف يوسف ديال يوسف لا لا يوسف شوف يوسف شوف تبارك الله ديال الرياضة الرياضة ديال يوسف شوف يوسف تبارك الله انت ها ديال ليلى هذاك ليلى شوفي كسوة شحال شحال غزالة وشحال رطبة هذه شوفي ديال ليلى ها انت حتى هذا خالتي ديال ليلى شوفي كسوة ديال ليلى شوف تبارك الله شحال رطبة غزالة صيفية لا شو اسمه تقاشر هذا ديال دراري الشورت ديال يوسف هذا يوسف ها الصفيطمة ديالو ها ديال درا ديال يوسف هذا ديال دراري هي والصفيطمة ديالها ها وهذا محمد محمد شوف سكينه ما نساتنيش حتى انا ما كتنساكش هادي حتى انت كتعجبك هذا حوايج بحال هكا كيعجبوني كيعجبك كيعجبوني ان الحوايج اللي كيكونوا سامبل عندها الذوق وعارفه انا والله لما تقولي هادي عايشه معانا هادي سبحان الله كنتمنى لك يا خوت كنتمنى لك الشفاء ونتمنى لك شي رزيق ونتمنى لك كثير دوس اعلى والله فرحات مسكينه كما كتفرحي هاد لاني ومحمد وما كتنسيهمش كنتمنى لك كثير دوس الاعلى اه مسكينه اي نسكافي محمد شوف نسكافي عاود ها نسكافي مكرونيه ماما بابون كبيره بزاف يدوزني صنعها واخا راه مازال هذيك اللي كنصيفطها ترى مازال فيها تقريبا شويه ها هي عاود وحده اخرى هي عاود كاينه شوفي ديالو ديال خالتي صافتي صافتي صيفط ليا وصيفط ليها تكون قايله ماشي بحالها اللي يمكن بحالها صافي صافي ها وانت دابا هي عرفتي شنو قالت امي قالت لك منين توصلوا للدار وتفتحوا هادشي صونيو عليا فهمتي قلت لها انا راه حنا غنديروا فيديو واش ممكن قالت لي اه ممكن نديروا فيديو ودابا هادشي هذا راه 15 وشوف 15 الميكات ديال هاي 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 ها انت كتشوفها ولا عطاك شي واحد غير هاد الميكا هادي عطاك شي واحد غير هادي راه تحترموا حياتك كامله غير هادي هي هادي هي الخط هادي هي الخط الحقيقيه هادي هي الخط هادي هي العائله اللي ما كتنساش على طول الحياه نبقى نفكر صافي هذا الخاص ديالي صافي الله يجعل ربي يفرحك صافي هادو شي حوايج ديال ليلى بريفي مبغاش نوري صافي امي امي هاتي خذي لك اللي بغيتي هنايا خذي هاتي اللي بغيتي خذيها الوالده اللي بغيتي لا والله هاتي شوفي هزي لك اللي بغيتي هزيها هانتي ريقلي لاني ريقلي هانتي جاب جوج من هذا هاكي ها وحده ليها لا رجلي انتم انا غادي نلبس حوايجي هزي هزي امي هزي نشوف انا نلبس حوايجي شكرا ليا هي مصيفطه لي القهوه حتى هي نايمه عرفتي هذه راه غتبقي هذه راه تشربي فيها عامين وانت كتشربي فيها هذه انا ما حد كنشربها وانا كندعي معاها انا ما حد كنشربها وانا الجولد عرفتي شحال كنا خدينا غير الصغيره ديالها غير الصغيره ديالها كنا خديناها بشي 70 درهم شي 1400 صغيره 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 تقريبا داك تقريبا دير شي 6 6 د الحبات يلاه يعطيو وحده من هذه ندير لك المفاجات وديما مسكينه ما قالتها ليش كاع والله ما قالتها لي ديما مفرحه يوسف وديما كتصيفط ليهم عيش جديد في جديد الله يحفظها وكنتمنى ليها الصحيحه جديده وكنتمنى ليها فردوس الاعلى هادشي اللي كنتمنى لك يا الخت انا هادشي اللي كنتمنى لك تفرحي محمد وكتفرحي راني كنتمنى لك فردوس الاعلى والله يحفظها مسكينه الله يحفظها ها هي القهوه خدي لك وحده من هنايا هذو الجاي خليهم الله نهايه ها الله يصغيهم شوفي محمد شوفي 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 شوفي
الصنداله ديالك. يلاه انا لبستها قالك مسكينه هاد لالي حتى هي فرحانه. شي انسان ملي كيجيب لك شي حاجه راه كتكون عندك كتكون ثمينه فرحانه. ربما حنا نشريو هاد الشيء ونقدروا ما تفرحش بزاف. تفرح ولكن ما تفرحش بزاف. ولكن ملي كيجيبها لك شي واحد وكيعطيها لك راه الفرحه كتضوب الفرحتين. وبالخصوص ما كتكونش جايك على البال. جايك على البال كاع وهي راه الناس مفكرينك وهاد الاخوت مفكراك وانا كنشكرها. لاني راها بنتها محمد راه ولدها وانا كنتمنى لك الاخت فردوس الاعلى هادشي اللي نتمنى لك. ايه والله يجزاها بخير. عرفتي الفرحه ديالي راه ما تصورش تستهلي. اي شوف انت امي راه كتفرح معنا ملي كنفرحنا شي واحد راه كتفرح معنا والله العظيم. اي والله يحفظك. هذه اختك اللي ما ولدتها لك شمك. هذه الام ديال لاني. هذه فيها كل شيء. الله يجعل سيدي ربي يسترك. الله يجعل سيدي ربي يشافيك. الله يجعل سيدي ربي يجعلك احنا فردوس اعلى. احنا بامكاننا اننا ناخذ هذا الشيء وما نديروا له فيديو ولا والو. ولكن حنا بغينا نعبروا لها اكثر على الحب ديال هذا الشيء اللي دارته. وفهمتي هي قالت لي شغلك هذاك. يعني هي صرطت هذا الشيء وقالت لي يعني دير فيديو ولا ما ديرش. يعني ما هضرتش معنا لا على فيديو ولا والو. وانا قلت لها واش ندير فيديو منها نبارطاجي مع الناس يفرحوا معنا ومنها نشكروك وهذه ومنها حتى تشوفي انتني حتى ردت الفعل ديال الله لي وديال العائله وردت الفعل ديالنا. اه ماشي اول مره. هذه ثالثه مره وهي كتفرح. ثالثه من مره وهي كتصيفط له الحاجه المزيانه الحاجه اللي كتفرح القلب. ايوا حتى هي ربي راه ربي عطاها واحد النور. تكون شوفي الهضره ديالها كيفاش كتهضر. ومرا تبارك الله راه شنو نقول لك راه ربي راه ما غاديش يخيبها. ان ربي راه عزل لها الجنه وهي باقا حيه. الله يحفظ لها وليداتها. هادشي اللي كاين داعي لها مع وليداتها. الله يجعل سيدي ربي يخلي لها الوليدات ديالها ويعطيها ربي ما كتمنى. هادشي اللي غادي نقولوا لها. الله يجعل سيدي ربي يسترها ويعطيها الصحيحه جديده كنتمناها لها. يلا لاني اجتك واعره. اجتك واعره خصوصا من غادي تلبسيها بوحديتها. يعني بلا حجاب غادي تبان تجيك واعره. ويجي نيشان الصنداله. بالصحه والراحه. انت كساتك انا ويوسف وليلى كاملين. وكنشكرها بزاف. عرفتوا شحال الفرح اللي ما تخيلوش اللي فرحان ربي اللي اعلم. شكرا بزاف. المهم اخواتي بلا ما نطول عليكم. المهم هذا هي نهايه الفيديو. اتمنى انه عجبكم هذا الشيء. يلا تحلها في راسكم. يلا الله يبنيكم. تحياتي. انا كنشكر هاد المرا من هاد المنبر. كنسلم عليها السلام عزيز. كنسلم عليك يا الاخت العزيزه. انا كنتمنى لك الخير وكنتمنى لك فردوس الاعلى وكنسلم عليك بزاف ماشي شويه. الله يحفظها مسكينه. الله يحفظها. يلا السلام عليكم.